أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. وصح باب قويا وهوى للإعلالين. بابي قوية، بابي قوية معمولا وكرضية وايا لأصوات دواوية، يعني لواء وقرضية وايا كحرف آخري واو بوو واو متترب مع قبل سكرا وبيا قوي ويا. وهوايش يارا هوايايا يا متحرك مع قبل ما تكد معنا بقى البيساء أقل هويش معنى هي بمعنى أحب، يعني خوشي بيستو أوانا أو يجهر بازم لو بيشمايا. جاء عين الفعل بصحيحي أمينيته للفيه مقرونة شهر دو كان وابو بن وشهر دو كان أول كان وابد ومكان يبي وكو قوية. وعليكم السلام. قوية وأوشان وهوى الإعلان. فإن أصل قوية قوي وبو، قلبت الواو الثانية يا أنبو لانكسار ما قبلها، شن ما قبلها كي مكسور بو متترف بو. فلو أعل الأولى أيضا أقر واو أولا كشكيس واو متحركة وما قبلها كي مفتوحة أوج إعلان كان دوبارا بقلبها ألفا بويك قلبي كان بألف شاكا على القياسي، على القياسي المذكور لسل أو قياسيك قبل من ذكر كلاوة قوت ما نواوية غير متحرك بن ما قبل كان مذكور ذكر بألف أدى إلى الإعلالين. سلك يا شب ولا يدو إعلال حالبي جعله وأصله هوايش هوا يبوى أمي أعل إعلال الرمياء، يعني مثلا متحرك ما قبل ما تكلاوة متحوا ديف لو ذهبوا يعلون الواو التي هي عينون اجتمع إعلالين. لأجر أمان أو كاريان كذا أو واوشان إعلال كذا كعين الفعل ببهاني أو كواو متحركة وما قبل كي مفتوحة أبو بدو إعلال متواجبين. بس كواتا ذر أكويت أعواش أعزاد نيحة من شواو متحركة وما قبل كي مفتوح به بكي تأليف حالي بي تعدى عليه حلو قاعدي هشتو شوش بيكو كوربيتو قاعدي شوش شخين أبتا أول زول لقل إيرنا قنجي أو عليه قاعدة شش أوياك أجر وهو متترذ وما قبل كي مفتوح ذبي كي بيع بوشتي لما تبيز يعتر لسيع أبي، يعني مسحة في شوارم بي حالبي جاء مجار دواي أو ببهاني أويا متحرك مع قبل كي كي بقلب وقاعدة هشت حالبي طلع ملونيا أمجار. وصح باب طوية إذا جاع وحي بكسر عين أبدا طوى بفتحة يعني في شايوة كشي طوية يعني برسيبو باشا. وصح باب طوي باب طوي يجب الصحيح أمينية توا، يعني يسابر آخر كيية آخر كيية مفتوحة أو إعلان ناكري ممكن بلي خو أقر يسئم إعلان كين بلي واو متحرك ما قبل كين مفتوحة خدو إعلان كونا بيتو بوشي مثلا آخر بلي لا قوية دا بهالحالة وجه خويبو أمانو شن إعلانك ما نكردوا وهو كمان كردوا بيه إيسا أقر عين الفعل كوا متحرك ما قبل مفتوح بكين ألف دو إعلال كو أبيتو بلان لطوية دا هو هيش كان بكين إعلال نكلاوة إيسا أقر بيانين وهو متحرك ما قبل مفتوح بكين ألف دو إعلال كو نهلتو حالبين فازبوني لأعلى ما نكروا يا لحي دا خو يدو مكين لا نكريا بوشي أولا كنالية متحرك ما قبل بكين ألف بيتا أو بيتا أم بيتا الطاية أو جبت حاية بكسر العين بكسر عين الفعل بخنره مع أنه لا يجتمع فيه إلا لأن لو قلب العين ألفا، يعني إذا قالوا أشتاك أقر عين الفعل كشتيا كان بأرجع على الكنانة وشي لأنه فرعه شنك أنفع إليا فرع، يعني شيء أي فرع فعلا لا بلو شنك أما فرعي فعليا يعني فعيلة فرعي فعليا واختي لو تولى فعلا دا نتواني بك ليرش أنايكي بفتح العين بفتح عينك وهو أصله أو أبيب أصل أو فعليا لخفته وكثرته هملة برأة ويسو كلايا هملة برأة وش كثرة استعمالي هي فعلا لا شعر فعيله فذا بي أو أصل بي أم يتفرع أو إياك ولي أعميا مهمة أو لما يلزم من يقايو ويطايو ويحايو، يعني برأيك لازم ديال يقايو يطايو يحايو. مثلا أجر إما
لقوية دا فرزن يعني سأما إلى البوبو بشتا عتا بو هينيشا بو أو قويشا حالبي أبتا أتواني إلا تازور بباشترا فيجي مثلا لقوية دا بو أو متحرك ما قبل مفتوح نايكين بألف شكال لبلارع عكيشا أقل لمازلكي شنا بلارع شاركي ملاركي بتا شي أيسا ملاركي بتا يقوى يقوى دي أمجارة حركي ووكبو ما قبل كي دوايوا شنو خي لما زيكرا لبلارع شايكي يقوى بلين أيساء الآن واو 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 متحركة ما قبل كي مفتوحة كي ما قبل كي ساكنة قاعدة جوايا هر وقت واوية متحرك ما قبل كي حرف سعر ساكن بو أو حركي واوية دين ما قبل كي ليقواش دا حركي ووكبب هناك بابا ما قبل كي خافك يا واو الآن ساكن لا أصلا متحرك بك بألف ما قبل كي أبتا يا قايو يا أم جلال أبي خريانة هوا أو هوا يهوية أو هيج مشكليني أولا بابا ما أميزي بسايتا قوية أقل لما زي بابا تايا لمرادكا كي يطوايا أو جبتا يطايو باشا حيية مرادكا كبتا يحيا أبتا يحايو حاربي جاء لبرأ أوان يعني ملارعي قوية نبيت يقايو بجي يقوى وملارعي قوية بجي يطوى نبيت يطايو وملارعي حية بجي يحيا نبيت يحايو لبرأ أوي أو ما زيان ما نعلان نكردوا متواجبين في ملارعي لملارعك أولا كما في خاف يخافو شن ماذا مثل خافا مضارع مازي مكسور العين مضارع مفتوح العين أو نجوان أو أخت فيتحرك الياء التي هي لام باللام أو أخت أو هي كعبارة اللام الفعل باشا حركة لام قريت وذلك مرفوض في كلامه وأمل كلامي عرب دا مثلا فعل مضارعي كان بيو آخر كي بيو يك الله ما يكذبت بيه مرفولة أقل ما شي ناديتيه أبى تلا حرف عا واقدي الله ماشي في أنا زي التقاء وساكن بين بيني ألف كولا بيني كا مجبور دانيك على حذف كي عربي وهذه العلة الأخيرة لا تجري في تصحيح عيني هوا يعني أنا علة هناك يعني بو هوا بيني تو سأقول ك بكي بتصحيح بيجي بو يا مثلا عيني هوا من بصحيح يشتو تو إنما كنا بهايا لبروي كلام وركاي هاي ولازم نعيه على نعبر ناتو عليه وكارب ولي أن مضارعه يهوي بالكسر شن مضارعي أو يهوي أو بكسره حالي فذلي وأنا أو ناتدي إشكال أن يقول بلا بلا يعني بتشي قريه مضارع كذا شيء يخوى حالي أجر بيت لما زياء على لك ما كلام مجهول لما رأي شابيكي أبو بيقاي بلا فما أول البتة يا ما هويش معنية باشا هويش معنية هوية يهوى مثلا كيش ابتة هواء بروزني فعل اذيب بلان او هوية ما نبذيه اواجه تواني باشي بكيبات وكو طوية ما نكر بالتعليل تعليل ما نكر اواجه تواني بمجورة تعليلي كي باشي بوي لبلاركاية هاي ولازم نيه شن او هويي او بلان هوية كمكسور العين ملاركي يهوايا أولي الله بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم حاربون ها تهوى معناه بس معناه ما يهوى شيء أما بال وكثر الإدغام في باب حية قاعدة لحيدة إدغام ناكر زوجها مثلا حية يجن نعلم مثلا آيسة كانوكو سافر ذنوكو كلمي عظيظة آخر عظيظة عين فيها بريرة بريرة ريا والله كما ساكنة كدغ نكر جلال برا باشا برا يا برو أي ولا حي دا أو كان هم يسمعوا المثلين يعني مثلا بين حرفي أول يي أول ساكن كدغ نكر لدوما بلا حي حالبي جاء أمره إدغام كريه وكثر الإدغام في باب حي مما عليه المكسور مما عينه مكسور عينه المكسور أو المكسورين مما عينه مكسور ولامه ياء لو أنك عين الفلكي مكسورة ولام الفلكي ياء أما أماش اشتباه يعني شون
مما عينه الياء المكسور. ايوه شوي نوسيو. ما هو ولا فوق ولا اشكالك فانا فلكي مكسور بيكو يا بيزنيوا. اخذنا هذول عينه المكسور او قويه اش بركوي. فلكي يعني. باوا شوي. باه يا ولامه ياء للمثلين لبرش مع المثلين كواتت ما شاك ليوا شابوتا مما عينه باشا مما عينه الياء المكسور يا مما عينه ياء مكسور ولامه ياء لان في لكش يبي للمثلين فيقال حيا او عايش ولي ومنهم من لا يدغم باشا ادغم يدغم اتواني باب افتعالي به ومنهم من لا يدغم هذا هو شيء ادغامنا كان نظرا الى المضارع او سرنجي مضارع كهذا شن فان قياس ما ادغم في الماضي شن كقياس او كوال ما زياد ادغام تيا اكريف ان يدغم في المضارع قياس كي او كان مضارع شا ادغام كري ديتوم مثلا مضارع علي يحيى قد ادغامنا كي شو لا في غير ساكنه أجر حركة عينك عين فعلك شي لابي مثلاً ولا يفعل فعلك نابت يا حيو بالكل التخاص لكن بشد عندك حذرك هذا أجر بلاي ولا إعلان ناك يا متحرج مع قلمة نايكم بألف بالكل أولا ساكنك مثلاً علم يا حيو دي أمجال لازم دي فعل مضارع آخرك يبيو ملموم يشبه كأو مرفوع لك كلامي علمه ماشي فإن قياس ما أدغم في الماضي أن يدغم في المضارع ولو أدغم أمجا أدى إلى تحريك الياء باللم مجبولة بما سخرك يشب ولا أمك إياك بلم بحرك خي أما هر لم حيدا وقد تكسر الفاء وكو كسي يقبله إيما حركة عين الفعل كما نقل كذبه ولا يفاع الفعلك دواي لابرني فتحك أبيت حية كي تكسر الفاء ولا إذا أدغم فيقال حية بو لأن الكسر يناسب الياء الساكنة للإدغام شن أو كسر مناسبة أو كسر كتولة ترفع في لك دايني مناسب أبي لقل أو يا ساكني كبخاطر إدغام ساكن الكردوة أو لأن الكسر باشا نقل عن العين إلى الفاء يا لبن أويا هلوك جاري أول متم كسر عين في لك دايني فاعل في لك ثم أدغم أمجا إدغام كريارة متوجبون بخلاف باب قوية فبيت شواني باب قوية مما عينه المكسور ولامه في الأصل واو لويك وعين فعل مكسور كي ولام فعل كيش الأصل واو فإن الإدغام لا يجري فيه مثلا عليك هكا تنالي لأول أخو أم حيي بيخو أوش قوي ويا ليبين إدغامك مثلا كسري واو كحذف ولا قوة عوادش وقلي رأي حية يا مكسور ولا قوة مثلا على بخلاف باب قوية مما عينه المكسور ولا في الأصل واو فإن الإدغام لا يجري فيه بو لأن الإعلال في الأول إعلالك أكله يجري فيه جاري أبيت يا قبل الإدغام بل درس لا أول اجتماع المثلين هيا أما وقت ينيك إعلالك قيد مجال بو اجتماع المثلين نعميني قاعدية كمانية قاعدة كلية كهميشة إعلال مقدمة بسر إدغامة ما قر ليك حالتها أوج أوي دواي أو كأجر إما إعلال كمان كرد بإعلالك اجتماع المثلين نفوتي مثلا تكاني لا أو دا دواي إعلالك نبي اجتماع المثلين دواي إعلالك أو حال إدغام الرونة دا فردني تكاني لا يتعدد أجر إما واو كان نكين بتي مثلا بيني بين واو ساكن مع قبل وصول كان يبته إي تعدد بيشهر أبي بتي بس هلا والله أي كين بتي علي وإما إدغام مقدمة كين بسر إعلان حاضري لبرشي لبر وشن كأو حرفي كإما إدغام كي في أكين دواي إجراء إعلان يشهر أو حالة إدغامات يا إجراء حاضري يفعل به ما يفعل به للإدغام مثلا أو كم إدغام كي أي أكره هرتي أنجام مدري فز هلا والله أنجام يدي أما أجر وأنا مثلا سوق قوي وا أجر وا ودو ما كم كي بيا قوي إيش معنى مثل نامين يعني مجال مو إدغام نامين شو المجال إدغام فوتيه أو إني إعلان مقدمة
كواته وقت زمينه بو اعلان بو ادغام بله مساعد بو او خير كيف فكري بزانين ايه يعني دواي اقل اعلان كان دواي اعلان رجل ادغامك الرودة او اقل وابو هل الرو ادغامك بلان اقل اعلان كين بفرزي انجاني اعلان ادغام فوتي اعلانك حالبي قبل الإدغام الجولي أن الإعلان فيه على سبيل الوجوب شن إعلانك واجب بكري والإدغام على سبيل الإمكان والجواز إدغامك ليس سبيل إمكان وجواز أبي حالبي يعني ممكن أتوان ريب بكري لما لوكو حية وتمان باس وجوب ويكلم ملارعك يا إدغام مجالينيا ومناسبة لما زيكش يعني كيبوا المناسبة لغو ملارعك يا لأن الكواتل اللي هو واجبني قطعا لك ويجدا واجبنا بينو حارد والأول معلومة أو إعلان كانت سبيل وجوبة أو مقدم على الثاني مسرد ومكاك إدغامة مقدمة وبعد الإعلان أقل إعلان شمالك لا يبقى المثلاني مثلان نامين فلا يجري فيه الإدغام ولذلك قالوا يحيى ويقوى وإحوى إحوى ويا يعني إحواوا بل هل بل اويه مثلا لبلارعي حيدا وتيانا يحيا مثلا نهاتن إدغام كمرا يحيو لهي يقواش دا بل وتيانا يقوى مثلا نهاتن حركي واوك نخل كمرا ما قبلك وبلن وعوية سابق لو أنا ساكن يلي عدخم كان يبلن يقيو شاكا والكواتب ولذلك قالوا يحيا ويقوى وإحواوا يحواوي أوى مثلا أقول توبيني لحوا حوا وكوخوا حيك حدودة نواوا نخلي كي بولاي بابي إثعيلال وق إحماري لكي جاري بابا لاوا باسي أوكي مثلا تقول أقول إيمان رعوا كمعتل اللاما تسمى العريض ولا جوان باسي أوكا أجر نقري كين ولا بادي إفعلال أديت إرعوا و شنو عرفت كلامته شو إشتال يردا أو ويك لآخر وقرار يقتوى واو متترفة ولا مرتبي زيادة لشواري شاع زيادة لساعة قرار يقتوى واو كأكيد يعني إجراء قاعدة شش جاء عند القاعدة هش يعني هي متحرك مع قبل ذيك بألف بيتا إرعوا جاء تتوناه إلى أول الله إرعوه وقع إحمره إدغام النكر بذلك حالة إعلالك إدغام ثلاثة أولا يعني كنك إعلالك مقدم بل إدغامك حالة كإعلال مقدم بل إدغامك إعلالك أكي دعاية ومجال مو إدغامنا من التالي أبيت إرعوه خل مضارعك أبيت شي أبيت يرعوي وكو يحمروني بل يرعوه أو يرعوي أو نشان جذاك يحمروش لأصلا يحملي روى يعني ما قبل آخر كي مكسولة متواجبين أم جاء أقل نقلي كي بولاي هر أو رعا ويجاري نقل كي أقل رعا ونقل كي بولاي بابي إفعيلان مثلا إسا أمبو بشيبو بإرعوا يعني إرعاووا أو أبيت إرعاووا إرعاووا كبوب إرعاووا يعني تو دو حرف ما نخلى دو ألف كوي مثلا إحمار لا ما في عندك إلا دو ألف كوي مكرر بوتوا ليش عدو دانوا وواو دو ميكا كبا يا أبيت إرعا ويا يا كب كبا ألف أبيت إرعا وا يسخو أجر أما إرعا وا يرعاوي يسخو أما أجر دو واو بيلا أصلا يا لك كثرة واو يصير واو كان زور ابن شن دو واو كذا في عندك أبي بس يد أنا مثلاً أي صحت هو أجر نقلك جارب ولا بادي إفعلان نقلك أبيت إح و أولا جاي إح ما إح و جاء عمجا لجاي ريكا كدوان أبيت إح و و و إح و و و باشا يعني أبيت سيدا نواو ليوا وآخر كبية إح و و يا بيك بألف إح و و باشا إح و نا إحوى وع أو إرعوى إحوى وع ألفينية أما أقل ولا باب إفعلال به ألفي هيا يعني أبيت شيء أبيت إحوى
و شن أري آخر كأدا بألف دي ألف يجب بادي إحمال رأي زافة أكي واوي أول لدواي لفش ألف وقال على قليل أخوة قليل لما سرق أي إزافة أكي وإي لال نا هو ما سرق أي نا إجازة بها سرقها ما سرق أو يا كلام سرق ألف أكي ألف مادية أكي اللي بيه شو ما قبل مكسولة بي كواتت ما شاكا ليرا إما ديانين همزيكي بمكسوري دالين فعود لك كحيكا ساكنك أمرو بإح واوي أول مفتوح كإحوا ألف داني لدو واوكو إحوا دو أول هابا دسو أبتا إحوا ووا واوي آخر كبية إحوا ويا بيك بألف أبتا إحوا وا إحوا وا يحواوي دي أما نعاتي لا أول دو واوكا دقم كي ليكا ونما كذا حربي ويا الله إحوا وا يحواوي جاء علينا إحواوا الفرسو يحواوي يا مثل يحواوي الفرسو من الحوة حوتية وهي لون يخالط الكمتة كمتة تقريبا سوريا كي برمي تيريا نزيق برشي كخوما علي كويت لا أسمش ديوان يعني مثلا شتيكي آوى أو رمي كتيكال كويتيا كأبيت وكوشي مثل صدى الحديد دروز براني جمي آسن آسن كجم دينا الشيهي أوج أبو شيو ولا إرعوى يرعويش دا إذ غامنا نكرد إرعوى يرعوي كباس نكرد باشا كي أرين إرعوى إذا كف عن القبيح كاسي وقتك كاسي دسكي أشتولا كاري زشت أخرى لا شي شو أجيال للرعا يرعوى الجيليا نقل الرعا يرعاك يا هي للرعا يرعوى الجيلياك أو معنى ذلك شاولا مجردك يا هيا جاء آلمانا وتيانا فلم يدغيمو لهيج كان مقلمانا إدغاب أن نكردوه أمانا لأصلا معتل اللام يشا هيشتا إما نقشو من بحثي معتل اللام برام لفر أوا لام مثلا لام الفعلك تكرار مثلا دودانا واوا يا دودانا يا أولا كان آي سمية لا إحوا وادا واوا أولا كان بمنزلي عين الفعله وأولا كبه منزلي عين الفعل أبو يباسي لك حالبي وشي لأن الياء في يحيا والواوى في يقوى وإحواوى وإرعوى انقلبت أليفان شوك يي آخري يحيا يي آخري يقوى يعني واوي آخري يقوى أو مثلا أصرى لما ذيك يا واو بولا أصرى كرد معنية هذا بيجوية قيناك ولأن بو بياني أصرى كي أبي واو لا يقوى دا وواو لا إحوى وادا كواو آخر كيا ولا إرعواش داهر واو انقلبت ألفا كريان وألف فلم يبقى المثلان بحالهما فزدو مثل بحال خويا النماغل وفي يحواوا ويرعوي يحواوي ويرعوي انقلبت الواو ياء يعني واو آخر كبو بيه فلم يبقى اجتماع المثلين أيضا ليش اجتماع المثلين لما هو بويا كان إدغام ناكله فسكواتا أوي يما أو قاعدة ما نهاية معمولا شاية لتسفيد الجانيات دي بيتين كعلي مثلا وقت حمراء أكيب إحمراء مثلا يجي فعل فعل ساكنة كي همزي كي مكسور لأولو داعني عين الفعل قال مفتوح نبي مفتوح كي لا مفعلك مكرر ومدغم كي هميشا مكرر ومدغم ناكي زمانك أقر ناقص نبي مدغمي وجاء في أمجارة وجاء في مصدر إحواوا إحويواء وكتول لي إحمرار شن جاءنا تولى إحمرار ده إيه حكاية زينادة يعني حرفي أول دوامي حرفي سواني كابة عين فين مكسور يكي كأو مكسور مو جاءنا حرفي سيما قبل ألف كي ألف ما قبل مكسور يجي أبيه أبيه إحويواء جاء لي واغا ممكن أو سؤال بيتبرو بيجن بوشي مثلا واو يكوبونتو سابق لوانا ساكنة إحويوا يعني يكالا قوا ودوا مكا سابق لوانا ساكنة بوشي نهاتي واوكا كي بيو أمجار بلي إحويا أواغو لوتا بالإظهار ليناسب فعله في صورته حالبي
بويا او كارمان نكردوا يعني او احيوا امانته ليناسب فعله في صورته ويلا صورتها مناسبه لقوا فعلك حالبي واحوي يا اشاتوا بالادغام يتبقى شيء الاجتماع الواي والياء والواي فاست ما شاكا ايما بوخو بواردن لاجتماع واوية خوان بيارين لو كاتا لإدغام او دلش ما نايا شا تايسا او ما نزاني بيه كنبر مناسبة يكي اوا ايما او إدغام الرعاية ناكي حال الولا وسبق احداهما بسكوني يعني بويا اتواني إدغام اشكي مثلا يسا بغي احوي و بغي ايه لقى الله وكوبوت وصايبه وانا ساكن قلب وكا اكم بيه يليا إدغامكم أبيت إحوياء أوليك ومن قال في مصدر إشهاب مثلا مثلا كان بيجي إشهباب نيجي إشهباب بس أقرك أو أخك ثاني أنواع من أجوانا دي وقت مثلا كي درست وقت مصدر إفعلاء الواعي يعني فرق خناوي لقى مصدر إحمر لقى إحمر فرق خناوي أو كسواجي بحث فيك قال إحويواء نعم إحويواء بلى هي نعم هي كي نعم بالحذف في الفكين هو بالحذف أيضا وبالفكي بالفكي جاء أيضا وبشي لا تعيش في أكاتو لا تعيش اقتتال في أكاتو أهل إقتال كبار افتعالة باشا مثلا دودانتي نهاتي تي أولا قد دغم كي مثلا اقتتال نقوي حركي تي أكب كي بولا يقافك دغمك لك اقتتال لهمزك بينياز بولا اقتتال ليرشا مثلا حركة وقفة بين حيكا لهم ذكا بين يازبين ليجن حواء أريد بفبوت يعني ما يختار بوشي لأن السكون ما قبل المثلين هول الأمر في اجتماعهما شنك ساكن بوني ما قبل دو مثلكا باشا أو أمر مشكلة كدروسة بلا اجتماع المثلين آسان كروتا دروسة اجتماع المثلين قرانة أما شن في الأوان ساكنة قيناك عربي؟ بلا تفهم أولي هنا بتشيء تشخيصي بينه وإنك إفعيلانا إفعالي هي ترى والله بقى بقريني في علاك بقريني معنا وشتا تغيري هنا بي كمثلا أما بعد غير زيادتك يا إلو ومن أدغم اقتتالا آخر همانا كثانيك اقتتالا إدغامك أولي أو حروف بيتيك وفاعل فعلي بابي تفاعل وتفاعل يجي بو عين الفعل باب افتعال إذا نزل يجري هل وقت عين الفعل باب افتعال يك يقبي لو ده حرفانا يا أقل تيشي لقر حساوك إن مرين يك يقبي لو ياز ده حرفانا يا ما تيكين تي باب افتعالك أكين بجنس عين الفعلك مثلا وكو اختصما تيك أكين بصات أبيت اختصما خب حركي تيك نقلك ولا ما قبلك كحركة كون نقلك دوائي لهم ذكا بين يا زبي فاز اختصم أبيت خصم أروش قليلين كثانيا بوجور إدغام ينكر جاء عليه أو كسك اقتتالا إدغامك بإسكان أول المثلين بويك دي أولك ساكن أكا وتحريك ما قبله بحركته وما قبل تي أولك متحرك أكا بحركي أو تيايا وحس في همزة الوصلي وحس في همزة وصلك جكا فيقول قتال أو يجي قال حواء يجي حواء وقعد حاربي فاستمع شاكا بو قرارا لمستري إحواوادا إحويواء من هيا إحوياء من هيا إحويواء من هيا حواش من هيا شوار دانا مستري هيا حاربي لا أبدا باعتباري جاجي وجاز الإدغام بس إذا برسيب الله حواء شفي غير كمان وإدغام الجائزة في أحياء يعني لا مجهولة مثلا أحيانية بابي إفعالة أحياء أحياء إدغام تيادوزني شن آخر كنت نعم بأذ ولا لا مجهولة كيا أبيت أحياء باش أحياء يا أولاك مكسورة ومكا مفتوحة نقلي حركية أولاك كا دقني كليك بس أحية يجي آلي وادرسته وجاني في أحية وهل وها وأستحية أو شر بوجوري كأمد وانا مجهولي أحياء وإستحياء هو الاجتماع المثلين شكو دومي سلكو بسو إلا أنه لم يكفر كفرة حية بلان هنا هي بأن هذه حية زورنية إدغامك حية في حية
بوشي للسكون الواقعي قبل المثلين لبرو بويا لما نازور نيو وقوان شن لفردو مثلكو سكون يقهيا بر أساسي أو سكونة اجتماع مثلك ما زور ثقيل نيا فاز وحيي بفاكو بكونيتو زور ترى ديالة قبل المثلين ها هنا بخلاف أحيا واستحيا كالمبنيين للفاعلي أو إدغام نافية لأن الإعلان يجري فيهما قبل الإدغام شن برلو كإملاكين وبو إدغام ثم عشاكين إعلان جلابه وإما امتناعهم في يحيي ويستحيي المضارعين لوانا على إدغام كليبه مع اجتماع المثلين فلأن لحي الضم ما رفض ضمه بو أو يضم نقري أو يكرم ضم كي مرفوضة مثلا أوش آخري مضارعة وقتك حرف علل يعني أقل آخري مضارعة يبيه ملموم ناكري الله ما ناكري حرف علل الله ما ناكري دي أقل إلى إدغام كين أبتا يحي يستحي أو أجي دي حالي لبرا أو أجوز نبيه إدغام ناكري أمجال ولم يبنوا من باب قوية مما عينه ولا مواود مثل ضربة ولا شروفة يعني مثلا قوويا دروز نكر بغلوة باشا تابعت قوى أم جارا قووش دروز نكر وكأو جارا بيت قوى وكاتا بفتح العين أو لم يفتح العين لكي الله مكي وشي كراهة اجتماع الواوين في قووتو شنو وقت يقنيها أقل مثلا قوو بيه أو إعلالي واو متترد ما قبل مكسورة ناكري شنو واو متترد ما قبل مكسورة هدوا وكامل نوغا هركان مكسوع واسد أبوه قوا قوا قويا قوو قوات قوتا قوينا قوا نا قوونا أو اختواي لي هاد قوات قوتا قوونا لا أول قاعدة لك أبوه قوا زي قووا من إشتباهي أقل هدوا وكبوايا أبوه قوا قووا قوو زي قوات قوتا قوونا قووتا قووتما قووتم قووتي قووتما قووتن قووتو قوونا هاد واو جمع بوتو ليوا باشا اگر الله ماشي لسر بوايه ابو قوة قوة دواوا لهنا كان يلا متكلمك يا هل ابو بقوتو دو دان واو كو ابو حاضري لبرا او دواوا كو نبيتو ليوا كراهة اجتماع الواوين في قووتو وقووتو لأنهم لاجتماع الواوين باشا لبلو كدولان وقوة بيتوا نعم لأنهم لاجتماع الواوين بو اجتماع الواو أكرهوا منهم لاجتماع الياءين أو الواو والياءين شن أوان أكرهوا يعني كرهيدر ترن لخوان يعني بو اجتماعي دواو كرهانر كرن لخويان بو اجتماعي دوية يا بو اجتماعي واويك يعني او انازي كاجتماعي دواو يان بلاو مكروها اجتماعي دودانية يا واويك يان بلاو مكروهنية حاولوا لا هذا اكره وكا اسم تفليل ليوا بو عربة شتوى لأنهم دينا فجعلوا الملاعف الواوية مختصا بفعيل مكسور العين لأن لا يلزم المحذور المذكور فس قرار يندار ملاعف واوي اختصاص بفعيل به بو اوي مثلا لما زيكايا او واو ببيبيو او اجتماع دوارونا حالولا لأن لا يلزم المحذور المذكور ونحو كواتت ما شاكم ما دام من لفيفة مقرون يكمان ببيه عين الفعلك ولا عمل فعلك واو بي اعوال واو فياكين دي لا نسمع انك حتما بروزني فعيلات يا قرمان دي الموسيقى حاضي بروزني فعولنا يا بروزني فعلنا يا ونحو القوة والصوة صوة شي واحدة الصوة يعني صوة جمع كياتي باشا الصوة باشي يجن للأعلام من الحجارة بو علم قال يقلب برد مثلا نشانة قال لك لبر دايانين لبر والبوي باشا والبو بو باشيرا جلد ولد الناقة يحشع شاكا يعني بيستي باشكي واشترك دواي او امريه يحشع بيستك اخنريتها كايتي اكد ف
فتعطف هي عليه. باش امزال وشتراكنيا اوري لسرع داتوا مرحني بوي اجولي عاطفي نشانه دا مثلا بو جوري ولاتي خوش ما نوالي جوري واحد مثلا ما ماني في جوري كي يمر في سكان درا هاور دو اي تنتن ان خنيه و بروبريانا كروك مجسمه يتي هرب شغلي جوري كابو لبردمي ما نكاد انا ما نكاد في اخلطان بو ما نكاشي ركي ادا يا شيركي وشكي ناك شركه مردني باتشكا زور مؤثرة لا وشكرني شيري دايكا كايا حاضرين بابي اوش كي اذا مات ولدها والجوي حاضرين ونحو القوة والصوة والبوي والجوي كجو مناع الهوايا امانا كا وكان ابراهيم كراونو مثلا هدوا وكيفية ويا محتمل يعني شيء محتمل محتمل فيه اجتماع الواوين يعني هل أقريك دواوي كاكوب بيتوا مع استكراه ذلك هل شنو مكروه لا يعرف كما قلنا للإدغام لبلوه كإدغام كريابة وضع وواية هل واعيك به فإن إسكان الأولي ماشا ساكن كرني أولك أولك ما ساكن كدوا لأجل الإدغام لبل إدغامك أحدث فيها كياي كردوا بوجودها ناولوا خفة خفتك واك خفتك سهلت اجتماعهما خفتك اجتماعك يعني سهل كردوا شاكا إذا ما يبين بس ما نتاعها والله وش ما انت الزوج وصح باب ما أفعله باب ما أفعله يعني فعل تعجب وأتأجر فعل تعجب لا أجوب دروس كين باشا حمل ماكر يتسال آخر خوي موجبي إعلانك يا فراهمني ولا بحمل معنوه سوكو شون أقوى من حملك لسر قامة شلاتي مجرد بلا أو كان في يعني وصح باب ما أفعله نحو ما أقوى لزيدا يعني سيد شن شقوى يديك قولك قولك يجي تعجبه وما أبيع عمرا باشا عجب شتيك كوا عمري مثلا بيع دارك يعني عمري كروبا صاحب بيع لعدم تصرفه لبروا متصرف نير حالي بلا حيث لم يجوز تثنيته ولا وجمعه وتأنيثه تثنية وجمع وتأنيث جائز نية فتمانا غير متصرفها فخرج في ذلك فذبه خارج بوع عن أن يحمل على قال وباع في نعلاني آبو عدم تصرف كان تثنيها ونا جمعها ونا تأنيثها خارج بوع لو كأما قرار ذري بحر حمرك يسر قال وباع وأمان لا يعلان فذناك يعلان وهروها وأفعل منه اسم تفضيليش يعني صح باب أفعل منه أو جناكري للتفضيل وكو زيد أقول الناس مثلا يلا ناكري جاري وأفعل منه محمول عليه حمل مثلا ما أفعله بالي لشيء في التصحيح للصحيح ما نوع لأنهما يجريان مجرى واحد يعني يجمجران في صوغهما لذلك كنيان من ثلاثي مجرد ليس بلون ولا عيب مثلا هل كان لثلاثية مجردة دروسة كريان كان لون بلون عيب هم تعجب وعيها ليس تفضيلش أو تقول يا ألين كاك بوي إنما لم يعل أفعل التفضيلي بوي أفعل التفضيلي لا نكرا لللبس بالفعل شن التباس بفعل وفيا عاكر أخرى أقوم يا أقوال أقر بين إعلام التياكي حركي وعوكا دي بقاطك دعي وعوكا كي تأبت أبت أقالة ليه قال وقامي باري افعال واحد فإن لفظ الماضي من الإقالة لا إقالة لباري افعالا ولفظ اسم التفضيلي من القولي يتوافقان لو أعلا جميعا أقلها بلا على كلا وجهك ليها لبروا فصحح الاسم اسم كان صحيح كردوا وأعلوا الفعلاء فإن كان لا الكرد ما شجر بأن حمل على الثلاثي بويك فعل كي بعد إفعال حمق ياسر ثلاثي فإن الفعل بالفعل أشبه شو الفعل ممكن لك سيبجي باعث متقن لك ما حمق لا إذا كان فعل بفعل شبيه فيك ولأن الإسم لخفته شو الإسم معمولا لفعل خفيف تريك لأنك خفتها يتحمل بغير يا يتحمل حمل أكريا تحمل أكريا أكثر مما يتحمل يا هل يتحمل تحمل أكا تحمل شيكا
تحملي زياتر أكا لو يكوا فعل حملي أكا فعل تحملي أكا أي تحملي زياتر لفعلها يا بس إجازة ممكنة بدري با اسم مثلا إعلان كيانا قريبا خفتي تيا حاصل ماذا شون كاسم زور فخيري ولا لفعل أو إجازة عربي دايكا فما يتأم جارة بيسمي باب يسمي ليه ما أفعل إيش باش مستوى مثلا إلى نمو